كأنك كي تشوف البرامج الرمضانية اللي أنا نشوفه فيها في رمضان، أنها تعطيك القيم الجزائرية والدينية للشعب يحوس يتشبع بها، وكان فقدها واحد الوقت في كنا بعيدين كل بعد عن الفن، كنا بعيدين عن أي حاجة ترمز للجزائر. والحمد لله في السنوات هذه الأخيرة وبالأخص في رمضان رانا نشوفوا برامج ما شاء الله تحكي على الشباب، تحكي على العائلة، لمت العائلات بكل أطيافها. تقدر تشوف كمسلسلات ولا كسكتش في رمضان، الحمد لله. أنا تقدر كعائلة، تقدر الأب ينظر لأولاده بفكر جيد ليخلي الشباب ينمي نمو حسن.